الإصحاح 19 من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته علينا أمين. فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يرتمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس: هوذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: أصلبه أصلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يعطيه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط، وبالعبرانية جباسة. وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هوذا ملككم؟ فصرخوا: خذوا خذوا أصلبوا. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجسة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إن ذاك قال: أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة، منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه، مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. وبعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد، فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم
وارفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه، وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه. ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منة، فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا. والمجد لله دائما أبديا آمين. الإصحاح ده بيتكلم عن نهايات المحاكمة اللي تعرض لها ربنا يسوع المسيح، ثم أحداث الصلب وكلمات الصليب التي نطق بها ربنا يسوع المسيح وهو على الصليب. الكلمات دهيت عديدة، 7 كلمات، ولكن أحب أن أنا أقف وياكم عن كلمة الوفاء التي فاه بها ربنا يسوع المسيح بخصوص أمنا القديسة مريم العذراء. في عدد 26 قال للعذراء مريم وهو في حال الصليب: يا امرأة هوذا ابنك. وكان يشير إلى القديس يوحنا الحبيب كاتب هذه البشارة. ثم قال للتلميذ الذي كان يسوع يحبه: هوذا أمك. وهنا تظهر لمحة من لمحات الوفاء العظيمة والعميقة باهتمام ربنا يسوع المسيح بأمه القديسة مريم العذراء، رغم أنه كان في وقت الصليب المضطرب جدا، وسط الآلام وسط صياح اليهود وكل الحضور وطلبهم من بيلاطس بأنه يصلب. لكن اهتمام السيد المسيح بأمنا العذراء مريم، وأنه يستودعها في يد أمينة، في يد التلميذ الذي كان يحبه وكان يتكئ على صدر المسيح في استمرار، اللي هو يوحنا الحبيب أو التلميذ المحبوب. ويقول لنا في عدد 27: من تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته يهتم بها. دي رسالة قوية جدا. مهما كانت ظروفك، مهما كانت أحوالك، مهما كانت وضعياتك، مهما كانت الأوقات اللي بتمر بيها، لا تنسى الذين تعبوا معك. ومن العبارات الجميلة اللي قريتها مرة يقول: 2 لا يمكن أن تنساهم أبدا، الذي أعطاك الحياة وهو الله، والذي يرعاك في هذه الحياة وهو الأم، أو الأم والأب، الأسرة يعني. عشان كده مهما كانت الظروف ما تتحججش بأي حجة، وأعرف أن اهتمامك بأسرتك، الأم والأب، هذا الاهتمام هو تطبيق للوصية: أكرم أباك وأمك. حط الوصية دي قدامك، ولما تصنع هذا هتشعر براحة وفرح عظيم جدا في قلبك، وهتشعر أنك بتعيش في جمال الوصية اللي بيقدمها الكتاب. وبنشوف هنا ربنا يسوع المسيح وهو بيطبقها، رغم أن الوقت كان وقت صعب جدا. ربنا معكم.